السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غندير معكم كاشير ديال الدار، طريقة صحية ومفيد. كنتمنى ينال إعجابكم. دوزوا معايا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، عندي 5 ديال البيضات، عندي واحد الحبة ديال الباربا محكوكة، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السميد، وكاس ديال الرز مسلوق، عندي شوية الهريسة، عندي 3 ديال الحبات ديال الفرماج، عندي واحد 2 سنينات ديال التومة، عندي واحد الضامة ديال البنة، عندي ملح، معلقة ديال القزبر مطحون، وعندي الإبزار. هادو هما المقادير اللي غادي نستعمل. وعاد عدي المول، هذا هو المول اللي غادي نستعمل. الا ما عندكمش المول غادي ديروا كيسان وغديروهم في الكسكاس وتخليهم يتفوروا. بسم الله، واحد البول غادي ندير 5 ديال البيضات، بسم الله، غادي ندير الباربا. الباربا هي هذه هي الباربا، مع كل واحد شنو تيقول لها، الدول الخارجيه تيقولوا لها الشماندار ولا جيسيبا، المهم هذه هي الباربا. عندي حبه ديال الباربا محكوكه باش تعطينا اللون. اللي بغى يدير الملون الغذائي، انا درت الباربا حتى هي كتعطي اللون زوين. عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الرز، كاس ديال السميدة، عندي الثوم، عندي 3 د الفرماجات متلتين، الى عندكم مربعين ديروهم اي فرماج، عندي الهريسة اللي كيبغي الحار يدير الحار. صافي غنخلط. عندي واحد الضامة ديال البنة، وعندي الملح والإبزار وزريعة ديال القزبر. صافي هادو هما التوابل اللي عندي كاملين. صافي دابا غادي نقبط هاد الخلاط. الا ما عندكمش هاد الخلاط غادي ديرو الكاس. رينا خلطت هذا مزيان حتى نسجم مزيان. العناصر اللي ما عندهمش داك الخلاط يديروا الخلاط الكهربائي في الكاس، ديروه غير في الكاس وغادي وغادي تطحن مزيان. بالنسبه للمول هذا راني دهنته بالزيت، نديروا شويه ديال الزيت وندهنوه مزيان وعاد نحطوا فيه الخليط. صافي بسم الله على بركه الله. شتي الباربا كي كتعطي واحد اللون
غزال احسن من الملون. بسم الله. صافي انا درت في هذا المول هذا كما كتشوفوا، وبقات لي واحد شويه درته في كاس. اللي ما عندوش هذا المول يدير غير الكيسان بحال هكا ويستفهم في الكسكاس ويخليهم يطيبوا. هانتوما غتشوفوا معايا كي غندير لهم. انا درت البرمه، ها هي البرمه، فيها النص ديال الماء، غادي سديته مزيان حكمته وغادي نخشيه ونخليه. غادي نهز الكسكاس وغنحطو مزيان، وغادي ندير فيه داك الكويس كما قلت لكم. اللي ما عندوش داك المول غادي يدير الكسكاس وغادي يدير الكويسات بحال هكا ويخليهم يتفوروا، وغادي يوجد ان شاء الله طريقه سهله ماهله. اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاشير ديالنا، كيجي رائع وبحال وبحال ديال الزنقه ومذاق لا يقاوم وصحي. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلايك وتشتركوا في القناه الى ما كنتوش مشتركين، وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم للقناه. الى فيديو ماشي ان شاء الله